اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده داوود باشا. ليه سموه داوود باشا؟ لان هي اكله البشوات واحنا البشوات. هنعمل داوود باشا النهارده بطريقه بسيطه وسهله، ولكن هنعمله بالوايت صوص بالصلصه البيضه، بدل ما هو بيتعمل بالطماطم هتتعمل بالصلصه البيضه اللي هي عباره عن نشا وحليب وسكر او دقيق، اللي هي البشاميل الخفيف بس هياخد الطعم والفليفر بتاع الوايت صوص. هنعمل المافن بالخضار. مافن بالخضار يعني هيبقى فيه بروتين، عندنا السوسيز اللي هو الهوت دوج الاطفال بيحبوه، وعايزين نحبب الاولاد في تشكيله خضار لطيفه من خير ارضنا، اذا كان كوسه ولا جزر ولا انواع خضره هم حابينها. ممكن نضيف سبانخ زي ما احنا حابين. عدل الأكلة داود باشا رز بالشعرية، أنا بحب الرز بالشعرية دايما مع كفتة داود باشا بتبقى لطيفة وجميلة. في تفاصيل في الحلقة كتير النهاردة، ولكن تقدري بأقل تكلفة ممكنة تعملي مطبخ بطعم تاني وبشكل تاني وفي نفس الوقت قيمة غذائية عالية جدا. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل وعندي معلومة غير معلومة، فحضراتكم الحلقة مهمة جدا وبسيطة وسهلة وبتناسب كل الأعمار. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره، نعمل مافن ازاي بتشكيله من الخضار قيمته الغذائيه عاليه جدا. وعلى فكره تشكيله الخضار اللي معانا في متناول الجميع، المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معانا كوسه ومعانا جزر ومعانا بسله، معانا ممكن نحط بقدونس، نحط تشكيله من الخضار، مقادير الكيكه ومقادير المافن، كوبايتين من الدقيق بياخدوا 3 بيضات، معلقتين من البيكنج باودر، رشه ملح لطيفه، معلقه من الزبده او السمنه حسب الرغبه. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي بتفاصيله بطريقه سهله وبسيطه. موضوع المافن ده حاجه حلوه كده للاولاد بيحبوها، مش حلوه يعني مسكره، لا حاجه يعني تتعمل بطريقه حلوه. تعالوا نشوف ازاي نعمله مع بعض سريعا. حلو قوي. بنخلط كل المواد السائله مع بعضها. زي ايه المواد السائله يا عم الشيف؟ عندنا البيض مع الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، كده 2 بيضة زي الفل. حلو. وانا بصراحة في المافن مش عايز اكتر موضوع البيض، خلينا نضيف شوية حليب. بنقلب دول كلهم مع بعضيهم علشان عملية التقليب تدوب بسرعة. مدرسة المغازي بتقول اضافة السكر للكيكة، انا مش هعمل كيكة هنا، فهنا الاضافة بديل ليها شوية زيت. هنقلب كل دول مع بعض بطريقة حلوة كده. بيض، حليب، زيت، رشة ملح جريئة. حلو. بنعمل مافن يعني نحط بهارات مفيش مشكلة. شوية فلفل اسود، طبعا الفلفل الاسود بيشيل الزفارة بتاعة البيض كلنا عارفين. بنقلب البيض مع الزيت مع الحليب. البيض مع الزيت مع الحليب. ده بالنسبة للمواد السائلة. بيض وزيت وحليب. طبعا دي كيكه مش هنحط لها سكر، مقادير المافن بدون سكر، احنا هنعمله النهارده حادق. اتاكدنا ان كله داب مع بعضه، بنحط شويه التوم الحلوين. حلو، ده مهم جدا. البهارات بتاعتنا معانا. خلي بالك كنت بتعمل المافن الصوره هنا مفتوحه، يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني ايه الخضار اللي الاولاد بيحبوه؟ تحط سبانخ، تحط مشروم، تحط شوية كاري في المافن هيبقى لطيف وجميل. فص من التوم المفروم الناعم بالشكل ده كده. كل ده على البيض؟ اه زي الفل. ونشيل كل حاجة تاني من هنا واحدة واحدة كده، علشان المافن ده الأولاد دايما بيبقى عندهم اعتراض لليخنة، الصواني، الطواجن، ما عندهمش وقت، طول النهار ماسكين التليفون، والطفل من دول أو الشاب من دول بيبقى عايز ياكل الحاجة السريعة. حلو الكلام. وفي برضه من الكبار نفس الطريقه، فاحنا بنساعدهم ونعمل لهم الحاجه اللي هي في متناول ايديهم ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا. ادي كده المواد السائله مع التوابل بتاعتنا والبهارات والثوم الطازه المفروم اللي داخل جوه الخليط ده كده، بنخلي ده كده على جنب. حلو الكلام. ناخد الدقيق بتاعنا بنحط عليه البيكنج باودر ونقلبه. لما تيجي تضيف البيكنج باودر بتحط عليه على الدقيق كده وتقلبيه وتخليه على جنب. دي مرحلة خلاص خلصنا منها. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط الدقيق اهوت
زي الفل ونقلبه. ده الدقيق اهوت مع المواد السائله، وحلو قوي القوام ده كده. حلو تمام زي الفل. كل المقادير دي كده بنخليها على جنب. كده مش هنستخدم المضرب تاني خالص، ونشيل المضرب ده كده ونشيله على جنب. نكمل مع بعض توابل وبهارات المافن. الخضار بقى اللي هنستخدمه للمافن بتاعنا النهارده، معايا كوسه، معايا جزر، معايا بقدونس، عايزاه سبايسي حط لهم شويه فلفل حار مفيش مشكله، ونسال اختياري. عايزه تحطي سبانخ حطي، عايزه تحطي مشروم حطي، حسب الرغبه. انا بصراحه معايا هنا شويه خضار حلوين شكلهم لطيف اهم زي الفل. مخرجنا الجميل نشوف الخضار الحلو ده كده اللي هنحطه على المافن ده كده بالطريقه اللطيفه، ونقلبه كله مع بعضه. بدايه من الجزر نص سوا، شويه كوسه، الفلفل اللي شكله لطيف ده كده، البقدونس الناعم. الله، ممكن تحط مكسرات، حط شويه فول سوداني هتبقى لطيفه وجميله مفيش اي مشكله. كل دول مع بعضهم يا عم الشيف، ونقلب كده المافن بالمعلقه كده. خلي بالك الخضار هنا غني بالسوائل، فتعملي عمليه كنترول للعجينه بتاعتك ما تكونش فيها سوائل كتيره. شايف القوام ده كده اهو. ونقلب بقى بالايه؟ بالاسباتيولا دي كده او بمعلقه. فين البروتين يا مغازي؟ بتضحك علينا؟ رقم واحد البروتين اللي موجود في البيض، واحنا طبعا في المقادير بتاعتنا بيض اهو، في المافن بياخد بيض. جودي بقى وخليك احسن من الشيف. عندك لحمه مفرومه؟ اهلا وسهلا. عندك سجق او سوسيز؟ اهلا وسهلا. عندك شويه فراخ مفرومين؟ اهلا وسهلا. صدر فرخه لطيف عندك مفيش مشكله. عندنا السوسيس ده كده بناخده بنقطعه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، ويتقطع كده اهو. الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكره. نعمل بيه الاومليت، ندخله ببعض الاكلات زي المافن، بعض الحشوات زي البيتزا، الحاجات دي كلها ايه مطلوبه. نزود كمان اتنين يلا، ويبقى كده احنا عملنا لاولادنا اكله فيها كل العناصر الغذائيه، اذا كان السوسيز اللي هو الهوت دوج، او اذا كان مكونات المافن بتاعنا تشكيله من الخضار اللي هم حبينها. عايز تستبدلي اللحوم بالمشروم بما ان هو مشروم مصدر للبروتين مفيش مشكله، هناخد الخضار ده قصدي اللحمه دي كده اهي. ممكن بديل لها لحمه مفرومه، كنت معصجه لحمه مفرومه مثلا وعندك زي الفل. هنقلب دول كلهم مع بعض برضو تاني اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. عندي بقى مقادير، عندي القوالب بتاعت المافن بتاعتنا الجميل. الله، البيكن باودر هنا ليه دور كبير جدا، هو اللي هيخلي لي العجينه دي هشه وخلاها زي عامله زي السفنجه كده بعد ما تستوي. طب احط ازاي المقدار ده في قلب المافن؟ هعلمك دلوقتي على حاجه حلوه زي الفل. حلو الكلام، حلو الكلام. هنجيب قوالب المافن بتاعتنا الجميله بالشكل ده كده، حلو، ونجيب معلقه لطيفه اللهم صل على النبي، ونجيب بوله صغيره، البوله دي فيها شويه زيت، حلو، وتعالوا نقسم المقدار ده كده في قلب القوالب بتاعتنا. الله، هي دي التركايه بقى. شفت بقى التفاصيل جوه التفاصيل. معلقه في الزيت وناخد كده اللهم صل على النبي. تاني المعلقه اهو، تاني المعلقه اهو، هتلاقي كله العيار واحد اهو. شفت نازله ازاي؟ اهي زي الشعره من العجينه. تاني اهو، في الزيت، بتتحكمي في العيار اه. حلو، طبعا تسيبي مساحه علشان ايه
دي هتاخد شكل. عايزه تعمليه قالب واحد بقى برضو مفيش مشكله، ده اختياري، بس انا حاببها زي الكب كيك كده اللي هو المافن، عشان ده بيعجب الاولاد الصغيرين. والمقصود لما تعملي اكل يعني لما تيجي تعالوا تقول لهم تعالوا ناكل داوود باشا، هيقول لك انا عايز حاجه سريعه كده وخفيفه. امال ليه الاولاد بيحبوا ياكلوا بره؟ عشان بتبقى فيه سندوتشات، ما بيقعدش بقى ويتقيد بمعلقه وشوكه وسكينه. الزيت فرصه. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف. درجه حراره الفرن كام؟ 180. حلو الكلام. كانك بتعملي كيكه عادي خالص. الله. عادي بزود شويه، عندي قوالب صغيره بزود فيها كده عشان كلها تبقى عيار واحد زي دي كده. درجه حراره الفرن تمام، بدخلهم الفرن يا عم الشيف زي الفل. درجة حرارة الفرن 180، مكانها فين يا عم الشيف؟ هنا. بص عليها بقى مخرجنا الجميل، بص على الصورة الحلوة من داخل الفرن اهو. درجة حرارة الفرن 180 بنحطها في الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها كده، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هي هو ده المافن. مافن تشكيلة من الخضار، كل العناصر الغذائية موجودة في كل القوالب اللي أنا حطيتها. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه حكاية داوود باشا. بيتعمل بالوايت صوص، بالريد صوص، رز بشعريه، رز حبه وحبه حسب الرغبه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بلعب ريش حاجه بصراحه. صعب عليا المقدار اللي موجود باقي المافن، قلت مثلا الست الطيبه ما عندهاش القوالب دي كده، واتفاجئت ان هي مع الشيف المغازي بيعمل اكله حلوه زي دي كده فيها مكونات غذائيه كتير وسهله. الست جابت 3 بيضات خفقتهم مع شويه زيت وشويه حليب، جابت تشكيله من الخضار فيها سبانخ فيها مشروب زي ما انت عايزه. بس يا شيف مغازي للاسف ما عنديش القوالب بتاعتها دي او الحاجه اللي انت حطيت فيها اللي هي الفورمه اللي فيها قوالب، اعمل ايه؟ هو ده. جبت كسروله ازاز عادي او صينيه الفرن اللي بتعملي فيها البسبوسه وحطيت فيها ورقه زبده. انت ممكن ما تحطيش ورقه زبده بس عشان احنا شاشه وكاميرا وحاجات دي كلها، فانا حطيت ورقه زبده عشان نشوفها في الاخر. انا بتكلم في التفاصيل دي والله العظيم علشان اريحك في المطبخ، ما توقفيش. يعني انت شفت الحلقه النهارده عايزه تعملي الاكله دي بس ما عندكيش القوالب دي، هتعمليها برضه صينيه البيتزا صينيه الفرن هتعمليها. ادي العيار اهوت معانا، المقادير اللي احنا شفناها مع بعض كلها، تعالوا ننزلها كده في قلب الايه؟ القالب واحنا شغالين مع بعض. هاخد دي برضه احطها في الزيت كده واخد المقدار ده كله اهو. اللهم صل على النبي. بص مخرجنا الجميل اهو. الله ايه الحلاوه دي؟ والله ريحتني يا شيف. يعني انا ممكن اعملها في قالب عادي؟ ممكن يا ست الكل تعمليها في قالب عادي اهو. ده المافن اهو، هنشوف ده ونشوف ده واحنا مع بعض اهو. وانا يعني كنت هخس او ان انا اخسر حاجه ان انا خلاص حملت القوالب وخلصنا، بس انا صادق مع حضراتكم وواضح جه على بالي انك انت ما عندكيش الفورمه بتاعت الكب كيك. اعمل ايه؟ لا تفكري ولا تحتاري، معاكي الشيف المغازي هخليكي زي الفل في المطبخ تختاري. شفت الكلام ده كده؟ والله فكره يا شيف. يعني صينيه المكرونه البشاميل اقدر اعمل فيها المافن. شفتي؟ درجة حرارة الفرن عندي 180. على فكرة ممكن تحط شوية مكسرات على الوش، شوية فول سوداني عندك زي الفل، شوية لوز، شوية عين جمل، جودي بقى. أنت بتعملي لأولادك. ها؟ دي لازم يحسوا إن في إيه؟ إنك أنت مهتمة بالموضوع. هناخد الصينية دي زي الفل كده ونحطها في الفرن. ومن جور السعيد بيسعد. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ بص على الحلاوة هنا مخرجنا. هننزل الشبكة دي تحت شوية. اللهم صل على النبي. ونحط الحلاوه دي في الفرن. اللهم صل اللهم صل على النبي. حلو. بص على الحلاوه مخرجنا، هو ده. اذا عملنا المافن بكذا طريقه في عمليه السوى علشان اللي ما عندوش القوالب يقدر يتصرف. تعالوا شوفوا مع بعض مقادير داوود باشا، المقادير على الشاشه.
لحمه مفرومه معانا، بصل وثوم، كل المقادير دي معانا زي الفل. تعالوا شوفوا ازاي نعمل داوود باشا بالوايت صوص. المقادير على الشاشه، صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا سريعا. لحم مفروم وبصل وثوم، عندك مكسرات حطي زي ما انت حابه، ولكن طبعا اخواننا الشوام اكل داوود باشا دي مشهوره في المطبخ الشامي، دايما بتاخد صنوبر. هتيجي على الصنوبر هنلاقيه سعره غالي، ما عندناش مشكله، ممكن نستبدله بشويه لوز حلوين. هناخد اللحمه المفرومه بتاعتنا الجميله، اللهم صل على النبي، هنحطها كده تقريبا في المقدار، يعني كيلو لحم مفروم، نص كيلو حسب عدد افراد الاسره. حلو، بنحط البصل مع اللحم المفروم، بصل مفروم ناعم بالشكل ده كده، شويه ثوم. فين الثوم؟ ثوم طازه لازم، هو ده هنا، ده لازم ثوم. داوود باشا من غير الثوم ما يبقاش له طعم. ده اهو ثوم طازه. وبعيد عن الباودر في الاكله دي، الاكله دي لازم يكون كل حاجه فيها طازه. شويه بقدونس حلوين، حلو الكلام، كل دول يا عم الشيف يتقلبوا مع بعض، اللهم صل على النبي. يلا ممكن كمان نضيف شوية برغل إذا أنتم حابين. العجينة اللي بيبقى داخلها برغل بتبقى لطيفة وجميلة. صلى على النبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص على الاختراع اللي في قلب الكبه، داوود باشا، حلو قوي. ليه انا حطيت معلقه برغل مغسوله وزي الفل؟ داوود باشا مع اللحمه المفرومه بالذات، وخاصه لو دسمه، بتلاقيها لما نعملها كفته داوود باشا يتخس مننا، يتفك مننا في قلب الوايت صوص او الريد صوص اللي هي صلصه الطماطم. حلو، فخلونا طبعا ايه نقلبها كلها مع بعضها كده، وناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل صغيره لعمل داوود باشا العدل بتاعه، رز بالشعريه، او هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، قاعد بعمل داوود باشا، جه على بالي ايه المشكله لما اكبرها شويه، لان هعملها بالوايت صوص، وفرصة لطيفة يبقى الأولاد لو أخدوا واحدة مع شوية رز بالشعرية أخد القيمة المطلوبة من البروتين بتاعه مع رز بالشعرية. فإحنا معانا الشوية دول، عملت في الفاصل التشكيلة دي 2 4 6 8 10، حلو قوي. تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنعمل داوود باشا بطريقة جديدة النهاردة مع الوايت صوص. معايا طاسة بتسخن على النار شديدة الحرارة، بسيبها تسخن كده براحتها، بحط فيها شوية زيت وأخليها على جنب. عدل الاكله بتاعتي الجميله الحلوه دي يا عم الشيف شويه رز بالشعريه، حلو الكلام. هعمل ايه؟ نبص الاول على المافن مخرجنا الجميل، ايه الحلاوه ايه الجمال ده. بص على المافن في قلب الفرن، هو ده الشكل اللي انا عايزه. طبعا احنا هنا عامل اتنين، واحده بفورمه مستطيله وواحده في القوالب بتاعتها. فللامانه هناخد اللي هي القوالب الصغيره دي نطلعها فوق بالشكل ده كده، عشان مطلوب هنا نوزع درجة الحرارة على كل الحاجات بتاعتنا، اللهم صل على النبي. وندخل دي كده في الفرن تكمل سواها، ولازم انك انت ترتبي فرنك بالشكل ده كده، مطلوب زي الفل. ونقفل الفرن بتاعنا بعد النظرة الحلوة على المافن. المافن هنا اشكال والوان، ولكن عايزين نتغازل وهو جوه الفرن الشيف المغازي، علشان ست الكل ما توقفش في المطبخ تقول انا ما عنديش القوالب. فانا عملت لك اتنين، واحد بالقوالب اللي هي المعروفه عنها المافن او الماف او الكب كيك، ونفس الطريقه عملتها في كاسرولة ازاز او بايركس او صينيه البيتزا اللي عندك.
تعالوا نطلع قديم الفرن كده، ولكن طبعا يفضل ان انا ما اغرفهاش الا بعد عمليه التبريد السريعه. انا هطلعها من الفرن عشان مخرجنا قلت له فكرني بيها، ما فكرنيش. اهي ايه الحلاوه دي يا مخرجنا؟ اهي ده المافن بتاعنا، هنخليه هنا كده اللهم صل على النبي، ودي نخليها في الفرن شويه. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ، هو ده كده مكانه تمام. تعال شوفوا داوود باشا، داوود باشا أكلة البشوات، طاسة على النار، ببدأ أحط داوود باشا كده يتحمر، جاي على بالي أعمله مع الوايت صوص شوية بشاميل، ولكن الرز بالشعرية هنا عدل الأكلة بتاعتي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ آه الله، وأسيبه في الفرن يا عم الشيف، قصدي في الجريلا كده. الله هو ده، ورقتين خضرة حلوين كده بيترموا في قلب الصينية. أنا بحب الجو ده على فكرة، يعني بيدي إيه حاجة كده بهجة وسعادة. أه مع داوود باشا كمان، مخرجنا الجميل بيحب الصورة الحلوة دي كده. أه تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل الوايت صوص بتاع مستر داوود باشا. الله ايه الحلاوه دي. اه داوود باشا، هنعمل الوايت صوص مع بعض سريعا. طاس على النار، طبعا ده مختلف غير البشاميل، بنحط في الطاسه دي مكعبين من الزبده وشويه زيت صغيرين. مع تحمير بصله مع فص ثوم، دي طبخه بقى. الله مكعبين زبده حلوين كده، ومعلقتين الدقيق بتوع الحلوين. حلو قوي على فكره، لو الاولاد بيحبوا الجبنه ممكن نحط عليها جبنه حسب الرغبه. هنقلب الدقيق ده كده بالشكل ده كده اهو، طريقة جديدة لعمل داوود باشا. لحم ضاني أو كندوس حسب الرغبة، بصلاية ناعمة في قلب الوايت صوص بتاعي، فص توم ناعم في قلب الوايت صوص بتاعي، لازم نطعمه كده ونقلب بالشكل ده كده أهو. هنا كمية الحليب بتاعتنا للوايت صوص، التقليبة الحلوة دي كده. طبعا كل ما بتعرض لدرجة الحرارة كل ما بيدينا القوام اللي احنا عايزينه. اه التقليبة السريعة. بنزود شوية مية أو شوية شوربة حسب الرغبة ونقلب كده. إيه الأخبار هنا؟ ما تيجي نقلب داوود باشا مع بعض. أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة مخرجنا الجميل. اه ايه الحلاوه دي يا راجل يا طيب، صلي على الحبيب. الله شفت الحلاوه دي. على فكره تقدر تعملي الكميه اللي انت حباها وتخليها عندك في الثلاجه تستخدميها وقت ما انت حابه، يعني دي من التجهيزات اللي ممكن تحضريها وتجهزيها. اه بالشكل ده كده. اه اخبار البشاميل بتاعي او الوايت صوص، درجه حراره على النار، تقليبه سريعه. خلينا نشوف المافن بتاعنا نغرفه مع بعض واحنا واقفين كده، كل حاجه على النار زي ما انا شغال كده بنفس المدرسه. اخبار المافن ايه؟ حاضر يا غالي، عايزنا اكسر له واحده. تدفع كام؟ دي كلها عناصر غذائية، بداية من البروتين اللي هو الهوت دوج أو السوسيز، والجزر بتاعنا مع سبانخ مع مشروم حسب الرغبة، وحاجة لطيفة الأولاد بيحبوها. ودايما لما تعملي الأكل أو السفرة بتاعتك حط في الاعتبار في أطفال ممكن يعترضوا على بعض الأكلات اللي أنت عاملاها فيلاقوا بديل، وإحنا ما بنصدق إن الأولاد ياكلوا.
ده المافن بتاعي هنقدمه هنا كده. ايه الحلاوه دي؟ اه الف انا وشفا. نطلع على في الفرن كمان عينيا، اوريك حاجه حلوه دلوقتي. اللهم صل على النبي. اه دي جاهزه، شكلها لطيف وجميل. ده انا عايزك تتفرج على الصوره الحلوه دي كده وتشوف التفاصيل الصغيره الجميله الحلوه. بص كده هنا، شفت الجمال ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده؟ لا انا عايزك التفاصيل هنا مخرجنا. شفت الجمال هنا ده كده؟ شفت ازاي؟ دي علامه السوا اهي. شفت الحلاوه دي؟ اهي دي جميله على فكره. الاولاد تخليها لتاني يوم مع طبق سلطه خضراء كده، انت عندك العناصر الغذائيه الكامله كلها في الاكل بتاعنا. نشوف اخبار الوايت صوص بتاعنا ايه. اهو جاهز اهوت. الله، البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، شويه بابريكا حلوين، شويه الفلفل التمام، شويه الملح الحلوين، ده كله على الوايت صوص. شويه الزعتر، التقليبه الحلوه دي كده. ننزل بالوايت صوص على داوود باشا. الله، هو ده. بص على الحلاوه، هو ده. اه الله، هو ده. على فكره حابين جبنه نحط جبنه، بس انا بصراحه عايز اقدمها كده. اه حاجه لطيفه وجميله، وما نكترش نخلي شخصيه اللحمه باينه كده قدام عينينا. الف هنا وشفا. يلا، درجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. اه لا آه. انا عايز ادخلها الفرن تاخد وش مع الوايت صوص بتاعنا الجميل. اه ايه رايك؟ قول لي، حابب ادخلها الفرن، مش حابب، زي ما انت عايز. ممكن ناكلها، ناكلها عادي. اه بس انا بصراحه عايزها تخش الفرن تاخد ايه وش. شايف انت داوود باشا عايم ازاي في الوايت صوص؟ شايف الجمال؟ شايف التفاصيل؟ يلا مع بعض. اللهم صل على النبي. يلا، هو ده. دايما البشاميليات والوايت صوص بتحب دايما الفرن. طيب نقفل الفرن بتاعنا، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شويه رز بالشعريه عدل الاكل بتاعي الحلو ده كده. الرز بالشعريه معانا، شعريه معانا، رز اه يا فندم. الله، ومعانا الشعريه بطريقه بسيطه وسهله، لان الاكل بتاعي ده عدله شويه رز بالشعريه. تعالوا نشوف نعملهم مع بعض ازاي واحنا واقفين كده زي الفل. واقول لك على طريقه حلوه تقدر تحافظ على الشعريه ما تاخدش لون كلها وتبقى كلها حبه واحده. طاسه على النار شديده الحراره، ونحط في الطاسه دي شويه زيت مع شويه سمنه. رز بالشعريه يا اخوانا لو ما اتعملش بسمنه بلدي ما يبقاش له طعم، عشان ما نضحكش على بعض. رز بالشعريه روحه السمنه البلدي، والشعريه تشرب السمنه البلدي. اه حلو الكلام. ناخد الشعريه بتاعتنا الحلوه، وانا بحمر الشعريه اخليها تاخد في ليفر وطعم. اللهم صل على النبي. مع ورق اللورا والحبان، نقلب كل ده مع بعض واحنا شغالين كده زي الحلاوه. تقليبه، الشعريه تاخد لون، الرز بيتغسل مره اتنين تلاته، وبعدين بنركنه على جنب. نصيحه، بتعملوا رز بالشعريه، تعملوا رز ابيض، يفضل انك انت ما تسيبهوش في الميه لسببين. السبب الاول عشان ما يعجنش منك، مهما تكلفي ومهما من التكنيك ومهما من الخبره الطهويه، الرز اذا قعد في ميه كتير بيعجن منك. السبب الثاني وده مهم جدا، انك انت بتفقدي جزء كبير من الكربوهيدرات والنشويات بتاعه الرز. هناخد داوود باشا اللي في الفرن نطلعه. مخرجنا عايز يبص عليه ويشوف الشقاوه ويشوف الحلاوه. اللهم صل على النبي. يلا، عينك الحلوه، بقدونس ناعم مفروم بيتحط على الوش كده لطيف وجميل. الله، لا اكله تستاهل.
شويه رز بالشعريه، ناخد من الوايت صوص ده كده وننزل على الرز بالشعريه بألف هنا وشفا. حلو. اخبار الشعريه ايه؟ اهي الله، شفت الحلاوه دي؟ هو ده. انا من الناس اللي بيحبوا الشعريه ما تبقاش محمر قوي في الرز، بتغير طعم الرز، خلي بالك ده مهم جدا. تاخد لون بس كده، تبدا نحط البهارات بتاعتنا. رز بشعريه برضو لازم ياخد شويه البهارات الحلوين من البابريكا، الحاجات اللطيفه دي بتدي طعم الرز بشعريه، شويه الملح الحلوين، ونقلب دول كلهم مع بعض. الرز المصري بتاعنا مغسول جاهز. الله، هو ده. بنقلب الرز مع الشعريه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ خلي بالك مهم جدا هنا بقى يكون عندك شوربه جاهزه. مفيش شوربه، بوكيه جرنيه من الميه اللي موجوده عندك. عندك شوربه لحمه، شوربه فراخ موجوده يا ست الكل. شويه الشعر، شويه الرز بالشعريه بيتكلم مصري. شفت لون الشعريه مع حبات الرز الحلوه، وتتاكدي من توزيع الشعريه في قلب الرز. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ تمام، نظبط عيار الميه. اللي هيظبط عيار الميه معايا النهارده مخرجنا الجميل بخبرته. والله قال حاجه دي عجبتني دلوقتي. ايه هي؟ قال لي اتعلمت منك يا شيف مغازي، بتحط الميه المغليه على وش الرز بارتفاع الرز، طالما عندي الشعريه اللي بتمع الرز وطالما الرز مغسول وجاهز عندي، يبقى هنا عيار الرز بالشعريه بالشكل ده كده. خبره طهويه اهي اهي اهي. ارفع ايدك انت مصري. اقلب كده، هو ده، خلص الكلام، بس خلاص تمام. ده الرز بالشعريه بتاعي، لطيف وزي الفل. التقليبه دي كده، اللهم صل على النبي. تفرحي انت طبعا لما بتلاقي الرز بالشعريه قدامك وشطوره في المطبخ كده. هي تقليبه والتانيه ونقفل عليه النار. ويقول لك ايه يا عم الشيف؟ اتقل على الرز لما يستوي. مهم جدا على فكره، على الرز بتاعنا ما يستوي عندنا شويه حاجات كده هنعملهم مع بعض. اقوم يا عم الشيف، الكيكه اللي انا عملتها او المافن اللي انا عملته، الشكل اللطيف اللي حلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بيستاهل ان انا اغرفها في الطبق ده كده. اللهم صل على النبي. الله، والله انت يا عم الشيف ريحتني من موضوع القوالب بتاعه المافن دي كده، ممكن مش موجوده، ممكن ما كنتش عامله حسابي عشان انت هتعملها. فانت ريحتني وخليتني اعملها ازاي في الفرن من غير قوالب. ولادي مش بياكلوا الخضار، فرصه ان هم هيهتموا بالخضار كده. نشيل دي من هنا ونتكلم مع بعض شويه. انا عايز حضرتك في ظل انك انت بتقولي ان انا بروح بجيب الخضار الاقي غالي، اللحمه غاليه، مفيش حاجه غاليه. انت اللي احنا بايدينا احنا اللي ممكن يكون في تبذير عندنا غير مقصود. مفيش واحد في المطبخ او ست بيت في المطبخ عايزه تعمل عمليه تبذير او ان هي تستهلك حاجات كتيره بدون قصد. زي ما انا اكون في المطبخ كده مثلا وعملت اتنين بدون قصد، عندي كميه فعملتها. فانا عايز اوصل لك صوره حلوه واوصل لك معلومه حلوه. التنوع في المطبخ مهم جدا. خلي يوم في الاسبوع هندبه للتلاجه، ان احنا بنطلع كل اللي موجود اللي في التلاجه، سواء من خضار سواء من لحوم سواء من فراخ، ونعمل عمليه هندبه ونعيد هيكله الاكله بشكل تاني وباسم تاني وبطعم تاني. ليه يا عم الشيف؟ لان معانا شيف شاطر بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى، وبيعمل حاجات باقل تكلفه ممكنه ولكن بطعم وبشكل جديد. هي دي التفاصيل. فانا عايز اوصل لك المعلومه دي، هتوفري حاجات كتير على فكره. خلي يوم في الاسبوع لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، هتعملي فيجيتيريان، تعملي شويه معجنات حلوين، تبقى عندك الزعتر، عندك الزيتون، عندك الجبن، الحاجات دي كلها. البروتين مش موجود في لحمه وبس يا ست الكل، البروتين موجود عندك في البيض، عندك في
البروتين النباتي موجود في بعض الخضروات زي المشروم، موجود في البقوليات زي الفول زي الحمص، كل ده بروتين موجود. البروتين كمان موجود في بعض الأكلات اللي احنا ممكن نعملها زي شوية رز بالشعرية عملناهم بالسمنة البلدي، أصبح إن هي فيها بروتين. عملنا مثلا طبخة حلوة مثلا زي داوود باشا اللي أنا عملته، في بروتين قليل جدا ولكن عندك اللحمة حمرتها ازاي. الحاجات اللي أنا عايز أوصلها ليكي دي كده، البروتين مش لازم أروح عند الجزار وأجيب قطعية لحمة من عنده، هو ده اللي أنا عايز أوصله لحضراتكم. شوية رز زي دول في بروتين، سمنة بلدي جاموسي كمان لطيفة مع الشعرية مع الرز، شايفة ازاي؟ هو ده يعني أنا بعتبر سلطة خضراء كده، أنا خدت كل العناصر الغذائية اللي أنا عايزها في نشويات وتبقى وجبة كاملة. مش في بروتين يا أستاذة رحاب هنا في الرز ده اللي هو البروتين الحيواني اللي هي السمنة البلدي، عند الكربوهيدرات عند النشويات عند الشعرية، كل ده في الأكلة بتاعتي، أصبح طبق الرز ده فيه كل حاجة حلوة. عايز أقول لكم على سر والله العظيم مش ببالغ، أنا من عشاق الرز بالشعرية بس بالسمنة البلدي وجنبي طبق سلطة خضراء، أحلى أكلة أكلتها الساعة 2 بالليل لا تؤذيني جهاز هضمي أو قولون أو أيا كان، أكلتها في الصبح برضو زي الفل. رز بشعرية بس الشعرية تبقى لونها مش غامق، تبقى قريبة لشكل الرز شوية بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. تعالوا نغرف مع بعض الرز بالشعرية بتاعنا والسلطة الخضراء، لما تعمليها فرصة شوية جرجير شوية خيار شوية خس، بصلاية حلوة كده تقطع جوليان، الحاجات دي مطلوبة على فكرة. حلو حلو السؤال ده، سؤال جالنا على السوشيال ميديا، عايزين وجبات للأطفال ووجبة متكاملة. حلو أهو، زي المافن ده يا أستاذة رحاب اللي أنا عملته دلوقتي، المافن ده بروتين موجود في الهوت دوج، مش عايزين الأولاد ياكلوا هوت دوج يبقى كده اكتفي بالبروتين اللي موجود في البيض. عندك الجزر الأولاد مفيد جدا، عندك الكوسة مفيدة جدا، فاحنا عندنا حاجة اللي هي نقدر ازاي بمكونات الأكلة تبقى تناسب الأطفال. عندك الحلويات التفاح يخش في البانكيك، نجيب تفاحتين نبشرهم وناخد البشره بتاعت التفاح الحلوه دي نحط عليها عصره ليمون ونعمل مقادير البان كيك، ويصبحوا الاولاد كده اكلوا التفاحه، والتفاحه طبعا كلها عناصر غذائيه لطيفه وجميله. وفي نفس الوقت البان كيك بتاعنا في مكوناته بيض في دقيق في حليب، فاصبح برضه وجبه متكامله. هي دي الهدف من ورا ان انا ازاي اعمل وجبه متكامله. شويه الرز بالشعريه دولت بامانه بالامانه يعني بيتكلم مصري. العصاير عندنا العصير المفضل للأطفال عندك عصير البنجر بالبرتقال، يعني مناعة يعني علاج أنيميا يعني فيتامين سي اللي موجود في البرتقال. هتقولي لي يا شيف مغازي البرتقال حامض، لا يعني حطيت البنجر هنا مادة سكرية ومنتج جيد جدا للسكريات مع البرتقال في قلب الخلاط اداني طعم وفليفر. مفيش مانع لو حطيت معلية عسل يا ست الكل مع البنجر والبرتقال للاطفال بالذات، انما انا شخصيا لو هشربه اكتفي بالبنجر والبرتقال في قلب الخلاط مع مكعبين من التلج، وبقى سموزي البنجر بالبرتقال ده اسمه عصير السعاده، حتى لونه كده لونه احمر لون الورد البلد الاحمر اللطيف. حلقتي فيها تفاصيل النهارده غير مكلفه، عملت داوود باشا بشكل جديد وقدمته بطعم تاني، تفاصيل الصغيره عملت مافن بالخضار مع الهوت دوج او السوسيز، ممكن تستبدلي الهوت دوج والسوسيز بلحمه مفرومه او دجاج مفروم، عملت شويه رز بالشعريه جامدين جدا باللون اللي انا بحبه واللي عاجبني القرن الفلفل السبايسي ده هيفتح الشهيه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى والطعم جديد. مهم جدا زي ما قلت لحضرتك لما تخش المطبخ تعيد هيكله التلاجه قبل ما تفكري تشتري المشتريات بتاعتك، ارجوكي من فضلك. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.